السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة في الفيديو ده احنا جايين نكلمكم عن افضل نوع علف، وجايين كمان نحذركم من نوع معين للأسف الناس بتستخدمه، وهو شائع الاستخدام بين الطيور البياضة او الدجاج البياض. يعني كل اللي بيربي دجاج بياض للأسف بيستخدم النوع ده، او اغلب الناس، واحنا جايين نحذركم لانه فعلا فعلا ما بيفيدش وما بيزودش الانتاج. لكن هنقول لكم بقى ايه افضل نوع، ايه افضل نوع ممكن يزود انتاج البيض، افضل نوع من العلف. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشريك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم تكونوا عارفين يا جماعة ان المسميات اللي بيطلقها التجار واللي بتطلقها الشركات على انواع العلف دي مسميات دعائية. يعني ايه مسميات دعائية؟ يعني مسميات كاتبينها على الاشولة وعلى الشكاير وعلى الشركة كده من بره في اللوجو وفي الصورة، علشان خاطر الناس تيجي تشتري وعشان خاطر هو لازم يسوق لشغله. انما الحقيقة يا جماعة ما يعرفهاش الا اللي ربى، واللي ربى وجرب كل الانواع المختلفة من العلف. يعني لو انت بتربي قديلك سنتين ثلاثة فما اعتقدش ان انت جربت كل الانواع، انما لو بتربي قديلك سنين طويلة معدي لعشرين سنة مثلا، فاكيد حضرتك جربت كل الانواع اللي ممكن تستخدمها في التربية من العلف، انواع العلف المختلفة. المسميات كتيرة جدا، مسميات العلف كتيرة، وكل نوع منهم له استخدامه فعلا. لكن للأسف الناس بتتخدع بسبب ايه؟ الدعاية الشطرة اللي الناس بتعملها. اصحاب الشركات بيعملوا دعاية شطرة وبيضحك عليك، يقول لك خد ده علف مش عارف بيعمل ايه، وده علف بيسوي ايه، وده علف بيزود الانتاج لانه ايه، والكلام ده كله. لا، انت ما تصدقش الكلام ده. انت اول حاجة تصدقها هي نفسك، يعني صراحة انا مش بقولك تصدقني، اول حاجة تصدقها هي تجربتك. يعني انت لو جربت نوع معين من العلف وطلع سليم معاك وزي الفل ما فيهوش اي مشاكل وبيزود الانتاج وانتاج البيض كويس، فقشطة، يعني انصح بيه الناس كمان، اقول للناس تستخدمه، مش بس استخدمه انت، لا انصح بيه الناس كمان، وقول لهم انا عندي كذا وبستخدم نوع علف كذا وبيخلي الانتاج عندي كتير. انما لو انت بتستخدم نوع من العلف والاداء عندك بتاع الطيور مش كويس وانتاجهم مش كويس، يبقى انت ما ينفعش تنصحهم بنوع العلف اللي انت بتستخدمه. فهي الفكرة في كده، يعني انت المقياس بتاع نفسك، انت المعيار، ما تاخدش الكلام وبس من الناس، تمام؟ دي اول نقطة. انا بقى جاي اديك خبرتي اللي ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش. انت ممكن تكون بتستخدم نوع من العلف مفيد معاك وما فيهوش اي مشاكل، تمام؟ فانت كده خلاص مش محتاج لحد. انما لو انت محتاج للنصيحة دي وفعلا محتاج تغير نوع العلف، او انت مش مدرك هل انت بتاخد افضل انتاج من الفراخ ولا لا، في بعض الناس كده، في بعض الناس مش مدركة هي بتاخد اقصى انتاج من الفراخ بتاعتها ولا مش بتاخد اقصى انتاج من الفراخ بتاعتها، فانت يعني حاول تقيس وتعرف، تمام؟ للأسف اغلب الشركات في نوع من العلف كده اسمه العلف البياض. العلف البياض ده اسم منتشر جدا والناس كلها عارفاه. العلف البياض ده اسمه علف بياض، لكن في انواع اخرى من الاعلاف بتدي انتاج من البيض اكتر من العلف البياض، وده بقى يعرفه صاحب الخبرة مش اللي شغال في الشركة اللي بيبيع العلف. شغال في الشركة بتاع اللي بيبيع العلف هيقول لك خد الشكارة دي، خد العلف ده، ده علف بياض، ده اصلا بتاع بيض، والكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي. انما العلف بتاع انتاج البيض الزيادة انت اللي تحدده على حسب استخدامك. وانا جاي اقول لك النصيحة، يعني لو انت عندك نوع معين من الطيور بيكفيه العلف البياض والانتاج كويس عندك، يعني ما انصحكش تغير، لانه تغيير العلف برضو فيه مشاكل. انما لو انت هتربي من جديد فلازم تعود الطيور على افضل نوع علف يفيدهم في زيادة انتاج البيض. افضل نوع علف يزيدهم في زيادة انتاج البيض، او يخلي انتاج البيض يعني عندهم كويس، مش قليل ولا متوسط حتى، تمام؟ فبالنسبة لنا احنا، وبالنسبة يعني احنا متأكدين ان هي تجربة طويلة ومش عايزين يعني نشكر في نفسنا، لكن التجربة بتاعتنا تجربة طويلة، واحنا جربنا انواع كتير من العلف مع الطيور والفراخ البياضة بتاعتنا، وعرفنا كويس ان العلف البياض ده مش هو افضل نوع نزود بيه انتاج البيض.
وانما العلف يا جماعة اللي بيزود انتاج البيض هو العلف اللي فيه بروتين اكتر، العلف ال 23% بروتين او العلف ال 21% بروتين. طبعا في شركة اسمها النماء وفي شركة اسمها الايمان، الشركتين دول احنا بنثق فيهم وتعاملنا معهم كتير جدا، احنا جربنا كل الشركات دول، اكتر شركتين احنا بنثق فيهم وعارفين كويس ان جودة العلف اللي عندهم جودة كويسة. فحضرتك دلوقتي لما تيجي تشتري علف يفضل تروح للشركتين دول. ايه النوع بقى اللي تستخدمه؟ ده على حسب استخدامك. في بعض انواع الطيور اللي هي مش بياضة ممكن تستخدم معها علف بروتين اقل، مفيش مشاكل، رغم ان احنا ما بنحبش نعمل ده حتى مع الطيور اللي بتتسمن، الطيور اللي بنزود اوزانها وبترمي لحم وبتربي لحم. كل انواع الطيور احنا بنستخدم معها علف بروتين زياده، لان احنا يهمنا نقدم بروتين للطيور، لاننا ما عندناش مصدر اخر للبروتين ممكن نقدمه ليهم. حتى العيش اللي بياكلوه ده بيبقى الحبه مش كامله وما فيهوش بروتين كتير، حتى الخضروات بتاعه النهار البروتين اللي فيها بيبقى بروتين نباتي وبروتين مختلف من حيث الفايده ومن حيث التفاعل مع جسمه، مش هيديله الفايده الكامله. فاحنا محتاجين البروتين اللي موجود في العلف. لذلك احنا دايما بننصحكم بايه مثلا تزودوا بيه انتاج البيض؟ لو تفتكروا ننصحكم مثلا ببواقي السمك اللي هو عظم السمك وشوك السمك ومصارين السمك وراس السمك. ليه؟ لان الحتت اللي احنا مش بناكلها دي في السمك فيها بروتين، فيها بروتين كبير جدا وبكميات كبيره جدا، وفيها كالسيوم بنسبه كبيره وكميات كبيره. لو تفتكروا ليه كنا بننصحكم بالملفوف اللي هو الكرومب، ورق الملفوف اللي هو الكرومب ده اللي بيتعمل محشي طوابع ده، عشان في بعض الناس ما تعرفش اسمه الملفوف او الكرومب. ليه بننصحكم بيه في زياده انتاج البيض؟ لانه برضو في نسبه من البروتين مش قليله وفي فيتامينات وامناح معدنيه بتفيد جدا في زياده انتاج البيض، يعني عامل كده زي الف ده الثلاثه هي اللي بتجيبه من الصيدليه. فحضرتك دلوقتي لما تكون عايز تربي من جديد استخدم علف بروتين عالي، سواء هتربي لانتاج البيض او هتربي للتسمين. دي نصيحتنا احنا بنتكلم عن الفراخ دلوقتي، لان انواع الطيور بتختلف شويه في الموضوع ده. في بعض انواع البط بنستخدم معاها علف نسبه البروتين فيه قليله عادي جدا، يعني الموضوع مختلف، الموضوع مش ثابت. لكن بالنسبه للفراخ سواء تسمين او انتاج بيض، فحضرتك يفضل تجيب نسبه بروتين عاليه ويفضل تروح للشركتين دول، النماء او الايمان. ويفضل من البدايه لو انت هتربي من جديد تبعد عن العلف البياض، ابعد عن المسميات. مش تقول انا هجيب علف بياض عشان ازود انتاج البيض او اخلي انتاج البيض كتير، لا، انت من البدايه هتربي على العلف اللي بروتين كتير ما يقلش عن 21% بروتين. من عمر يوم هتربيه على العلف ده ناعم، تمام، ولما يكبر تجيب له خشن عادي. فلما هتعوده على العلف ده مش هينفع تغيره بعد كده. وحتى لو انت عودته على العلف البياض من صغره ولما كبر كملت معاه على العلف البياض، انتاجه مش هيبقى كويس، انتاجه من البيض مش هيبقى قد الانتاج بتاع الطائر المتربي على علف بروتين عالي، لانك محتاج تبني الطائر وتأسسه من البداية بنظام غذائي صح وبعناصر غذائية متكاملة. وده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من يوتيوب، ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.